اعتقد ان الشباب هو الامل، الشباب هو المستقبل، الشباب هو كل اللي جاي. مهم جدا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نسلط الاضواء على مجموعه من الشباب، ويمكن احنا دايما حريصين على ده في نهارك سعيد، ان احنا دايما يكون معانا شباب مختلف، شباب مخترع، شباب بيفكر، شباب اتعلم بجد وعايز يعمل حاجه لبلده ولنفسه ولكل الشباب اللي زيه. معانا اسامه طه مصطفى، هو طالب الحقيقه في ثانويه عامه. تفاصيل اكتر عن اسامه وتفاصيل اكتر عن اختراعاته هنعرفها منه هو شخصيا. اسامه اهلا بيك معانا، نهارك سعيد. عايز اعرف الاول الناس بيك شويه، يعني عايز اعرف الناس بيك اكتر. انت قلت احنا قلنا لك في ثانويه عامه ثالثه ثانوي، مظبوط، عندك منحه من الجامعه، احكي لي بقى اكتر عن عن نفسك، عن دراستك. هي الفكره ان موضوع المنحه من الجامعه بمعنى يعني ايه، انا في الثانويه العامه ثانويه عامه علمي علوم، علمي علوم طول دراستي في الثانويه العامه ما بستفدش حاجه، بمعنى عامة الناس بيدخل بيحفظ الكلام اول السنه، طول السنه لغايه اخر السنه بيدخل الامتحان يسمع الكلام ده، مستحيل هتلاقي اي حد بعد ما خرج من الامتحان يخرج ناسي كل حاجه، ينسى كل حاجه. طب هو كده استفاد ايه؟ فانا لما لقيت ان الموضوع ونظام التعليم ده كده، ولقيت ان يعني عن طريق مشتتات البرامج التعليميه والكلام ده كله، ولقيت ان في بره الدول بتبتدي تتقدم واحنا زي ما احنا، فاللي كان بيخليهم يتقدموا ان هم بياخدوا علم وبعدين بيطبقوه. فمن هنا ابتديت ان انا اطبق يعني نماذج صغيره وحاجات صغيره، يعني بحيث ان انا اوصل لمعارض. المعارض دي وصلت ان ادخل معرض في كليه الهندسه. المعرض ده قابلت فيه دكاتره، الدكاتره عرضوا عليا حاجه، بما ان انا متفوق في الجزئيه الهندسيه، بدل ما يعني اخد مكافاه ماليه اخد مكافاه علميه، ان انا اخد منحه ان انا ادرس في الجامعه. ودي كان بالنسبه لك شيء مرضي جدا؟ ده الشيء اللي فتح عليا فتحه كبيره جدا، وابتدى يخليني ابقى متطور جدا في الاختراعات بتاعتي، حتى ان انا توصلت العربيه بتشتغل بالميه ومولد بيشتغل بالميه. طيب خلينا نتكلم عن موضوع العربيه بتشتغل في الميه، ايه بقى قصه العربيه بتشتغل في الميه؟ العربيه دي بتحول الشمس والهواء والحركه لكهرباء. الكهرباء دي بيتم تحليل بيها الميه لعنصرين معروفين اللي هم الاكسجين والهيدروجين، زي ما احنا هنشوف في المحاكاه دلوقتي. العنصرين دول بيبتدوا يدمجوا في حاجه اسمها خلايا الوقود الهيدروجينيه، خلايا الوقود دي بتبتدي تنتج كهرباء تاني 380 فولت، تمام؟ ال 380 فولت دول بيشغلوا محرك العربيه الكهربائي، بعد كده بيشغل الدينامو، بعد كده الدينامو بيشحن البطاريه وهكذا تبقى دايره مغلقه. تمام. ده النموذج الاول للعربيه. النموذج الثاني اللي هو الفكره الثانيه، تحويل السيارات الموجوده دلوقتي، السيارات والمولدات اللي تعمل بالبنزين او بالديزل انها تشتغل بالميه. ازاي؟ بيبقى المولد في حاجه احنا كلنا عارفينها اسمها الاحتراق الداخلي، محرك الاحتراق الداخلي، بيدخل البنزين او الديزل بيبتدي يحترق فبيحرك البستن. بدل ما هيدخل البنزين او الديزل او الغاز الطبيعي، هيدخل غاز الميه او غاز، احنا شايفين دلوقتي، او غاز الهيدروجين. زي ما احنا شايفين دي ده النموذج اللي انا عملته للعربيه اللي تشتغل بالشمس والهواء والميه، اللي شغاله بالكهرباء. النموذج اللي جاي باذن الله هيكون العربيه تشتغل بالميه عن طريق تحويل العربيه اللي بتشتغل بالبنزين تشتغل بالميه، يعني عربيه حقيقيه كبيره. النموذج الثاني هيكون عباره عن مولد برضه بيشتغل بالميه، لان المولد نفس فكره العربيه، المولد بيدخل له البنزين او الديزل بيبتدي يحرقه بيشغل دينامو فيولد يولد كهرباء. لا ده يدخل له غاز الهيدروجين فيبتدي يولد كهرباء ايه زي العربيه. بعد ما عملت الاختراع ده، المحاكاه اللي احنا شايفينها دي او الفيديو اللي احنا كنا شايفينه دلوقتي ده، انت بتقدمه فين او بتقدمه لمين؟ في كليه هندسه؟ دي كانت مسابقات زي انتل ايسيف، مسابقات للمخترعين وللشباب، وبرضه بيعتبر بيتقدم في اكتر من معرض، معرض الجامعات. يعني انا اللي لاحظته في مصر ان الجامعات فاتحه ابوابها لاي حد عايز يتعلم، اي حد عايز يعني يبتدي يمارس العلم ده. بس في فكره هنا ان في ناس بتستصعب حاجه زي كده، حتى طلبه الهندسه ذات نفسهم وطلبه العلوم ذات نفسهم بيحفظ الحاجه من غير ما بيحاول يفهمها. وده اللي عوده عليه نظام التعليم. عشان كده انا ابتديت اصمم النظام ابتدي يطور التعليم. بس انا المفروض نلاقي مسؤول يسمع حاجه زي كده. ايه مشاكلك في التعليم؟ المشاكل في التعليم، طب ايه فايده ان انا بتعلم حاجه وما بطبقهاش؟ ايه فايده ان انا مثلا بضيع وقت طويل جدا وكلنا عارفين الثانويه العامه وحرقه الاعصاب والكلام ده كله، وفي الاخر ما بستفادش حاجه. مع ان انا طول عمري بدرس في الثانويه العامه ما بستفادش اي حاجه. عشان درست بس 15 من اول 15 يوم دخلت فيهم الجامعه وبدات اخد المعلومات وابتدي اعرف، انا كنت شغال بالطريقه اند ايرور التجربه وخطا، كنت عارف الشيء ده بيعمل ايه. يعني الترانزستور مثلا كنت عارف ان انا بحمل على جزء وجزء بيقفل بين جزء، انا ما اعرفش اسم الجزء ده ايه. لما دخلت الجامعه عرفت في كوليكتور واميتر وبيزك. وانت قادر انك توفق ما بين الثانويه العامه وما بين كليه هندسه؟ يعني توفيق نسبي. توفيق نسبي. انت في سنه كام؟ انت يعني بتدخل كليه هندسه تدريجيا، يعني عندك سنه اولى وثانيه وثالثه وكده؟ عندي نظام، يعني مثلا حاجه اسمها مايكرو كنترولر، ده نظام في كليه الهندسه.
انالوج ديجيتال ده حاجه تانية زي ليفل مستويات. انت في اي مستوى بقى؟ انا تعديت دلوقتي المايكرو كنترولر. ده هو اول مستوى المفروض. ده اول مستوى انالوج ديجيتال اللي هي المكونات وتركيبتها والكلام ده كله. بعد كده الدوائر الالكترونيه. تمام. الناس لما شافت الاختراع بتاعك كانت ايه رد فعلهم؟ رد فعلهم ان حتى سي ان ان ابتدت تكتب عن الموضوع وابتدت تكتب ان العربيه انها بتشتغل بالميه وابتدت تكتب ان في حاجه في مصر بالطريقه دي. يعني المحاكاه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي من اول 20 لتر ميه بتحطه في العربيه بتفضل العربيه ماشيه طول عمرها. دي النموذج اللي بيشتغل بالكهرباء زيه النموذج اللي بيشتغل بالبنزين. لان العادم في الحالتين هيكون بخار الميه. لو اتكثف البخار ورجع تاني للخزان وتحلل تاني وبقى غازات هتفضل العمليه مولاه الا لو حصل تسريب في الدايره دي. وانت عملت فعلا نموذج للعربيه دي؟ انا فعلا عملت نموذج صغير للعربيه. عملت نموذج للعربيه دي. طيب دلوقتي انت علشان تقدر تطبق الاختراع ده عمليا مثلا محتاج ايه؟ انا محتاج يعني لو محتاجين نعمل نموذج فعلي لعربيه تمشي في الشارع فعلا بالميه زي ما انت بتقول. اهم حاجه انا محتاجها الامكانيات انا بعرف اوفرها. بمعنى انا محتاج مكان زي مصنع نشتغل فيه لان انا طبعا بشتغل في البيت. فانا اخر حاجه انا شغال فيها دلوقتي مولد بيشتغل بالميه. وده فعلا نجح معايا وانا بقفله خلاص يعتبر فاضل اي حاجات بسيطه وهيبتدي يشتغل. المولد ده نفس فكره العربيه بس المولد صغير فعرف عرف ادخله البيت بالعربيه مش عارف ادخله. فانا محتاج مكان ادخل فيه العربيه دي ودي تشتغل فيه. اما بالنسبه للحجه المعروفه في مصر الامكانيات موجوده طبعاً. والماتيريال موجوده والتصنيع بتاعها الفكره في كيفيه تصنيع الماده دي. بس دي الفكره دي الامكانيه. مش الامكانيه الماده لا فكره تصنيع الماده. طب بعد ما تنتهي من صناعه المولد وتجربه وكل الكلام ده هتعمل ايه الخطوه اللي بعد كده اللي بتفكر فيها؟ هبتدي احاول ان انا انشره بنفسي لان لو يعني حاولت ان انا اوصله للحكومه والحكومه دي تتسوقه عمر ده ما هيحصل ولا عمر دي حاجه يعني ايه يعني ما عندكش امل خالص من انه ممكن الحكومه او ما عندكش امل خالص من ممكن الدوله تتبنى اختراعات زي كده. كان نظام تطوير التعليم اللي رحت بيه للدكتور احمد غنيم وبقول له نظام التعليم عباره عن تابلت بيغني الطلبه عن المناهج وبيغني الطلبه عن الكتب وبيخليهم يستخدموا نظام في التعليم اسمه الابداع والتفكير مش الحفظ والتلقين كانت تنفذ. بس ده دي مصلحه دول تانية. مين من مصلحته ان مصر تفضل كده؟ مين من مصلحته ان في الثانويه العامه دول يفضلوا كده؟ ما هو محدش بيتضرر غيرهم هم. الطلبه دول محدش بيتضرر غيرهم هم. طبعا دول بقى ذنبهم في رقبه مين بالظبط؟ هي الحته دي. يعني انا لما قدمت الحل كان المفروض يستجاب للحل ده حاجه. يعني فين الاستجابه؟ طيب انت ما عندكش امل خالص دلوقتي ان الدوله ممكن تتبنى مشروع زي مشروعك، هتعمل ايه؟ هتخلص المولد وبعدين؟ هبتدي ان انا احاول اواجه التحديات. وانا حاليا دلوقتي يعتبر يعني انا قابلت حد اسمه استاذ محمود سعودي هو حاليا دلوقتي بيساعدني لان انا صاحب مصنع تمام وبيحاول يساعدني ومؤسسه اهل البيت. والمؤسسه دي يعتبر تبع نقابه الاشراف فابتدوا هم يساعدوني تمام. فابتدي نحاول ننتج الحاجه دي بشكل اكبر. فالمنتظر دلوقتي من وزاره التربيه والتعليم انها على الاقل خالص بدل ما تطور نظام التعليم وده قدامه 100,000 سنه مع ان الحكايه مش هتاخد شهر او شهرين. المطلوب ان بدل ما بيدوا يعني مثلا الرياضه شيء كويس الرياضه بياخد الانسان 15 درجه تفوق رياضي. طب اللي بيعمل تفوق علمي بيعمل اختراعات ما ياخدش درجات اضافه على المجموع ما ياخدش يحقق مركز لمصر ما ياخدش عشان ما يعملش ده عشان مثلا ايه يبقى مثلا الاعلى للجمهوريه مثلا مخترع ما ينفعش يكون لاعب كوره ماشي. فالهدف كله لو المخترع ده وصل ان هو يبقى مثل اعلى الطفل الصغير كان عايز يبقى مخترع. كلمه مخترع دي مش موجوده. هم ده اللي هم عايزينه. للاسف عندنا الاهتمام بالعلماء الحياه والاهتمام بالعلم نفسه وبالاختراعات وبالتطوير لسه ما وصلناش للمرحلة دي. وأفتكر إن إحنا في أمس الحاجة لكده. يعني إحنا عندنا مشاكل في الدعم وعندنا مشاكل في الطاقة عندنا مشاكل في البنزين والدعم وهنشيل الدعم وكلام ده كله. إذا عندنا بدائل ليه ما نفكرش فيها؟ وإذا عندنا شباب ممكن يعملوا لنا حاجة وبس محتاجين إمكانيات ولا حاجة محتاجين عربية ومكان ولا أي حاجة. إحنا معانا صور أنت كنت حابب إنك تعلق عليها أعتقد خلينا نشوفها مع بعض وتشرح لنا بالظبط أنت حابب تعلق لنا إيه على الصور. اتفضل الصورة مش عارف أنت شايفها كويس؟ دي حاجة اسمها خلايا الوقود. دي بتحول الغاز الهيدروجين الأكسجين لكهرباء تمام وبتدي تنتج بخار المية. دي اللي مكان محرك الاحتراق الداخلي ده اللي هيخلي العربية تشتغل بالمية بس من غير صوت خالص. دي بتولد كهرباء. دي فكرة شرح الخلية تمام. برضو في ايوه دي بقى دمج الاكسجين والهيدروجين. يعني مثلا ده خزان الاكسجين ده خزان الهيدروجين
بيبتدي يندمجوا، بعدين بيطلعوا الكهرباء وبينزلوا بخار الميه ايه من الجنب الثاني. طبعا فكره انتاج الاكسجين والهيدروجين بطريقه مستمره، ما فيش تخزين، لان لو العربيه اتقلبت مش هيحصل لها انفجار. لان ما فيش تخزين للهيدروجين، الكميه اللي خارجه قد الكميه المستخدمه. يعني في سيفتي كمان، في حمايه كمان للعربيه. يعني مثلا في سنسور اول ما بيحس ان العربيه خلاص بيبتدي يوقف الدايره انها تشتغل، فيبتدي على بالها لما تقف يكون كميه الهيدروجين دي استهلكت خالص. ما فكرتش توصل باختراعاتك دي مثلا لشركه من شركات صناعه العربيات، شركه مصريه او شركه عالميه ايا كانت، تقترح عليهم مثلا الاختراع وتقترح عليهم الموضوع؟ انا فعلا حاولت ورحت شركه بي ام دبليو، عرضت عليهم الموضوع من غير اسامي شركات بس، يعني طبعا في شركات تانية برضه ما لقيتش فيه، ما فيش اي حد متحمس، لان ما فيش اي حد من مصلحته، ده ما حدش يهمه التقلبات الجويه اللي احنا فيها دي، كوكب الارض يا رب يولع، مش همهم. يعني الفكره كلها ان لو هم ما غيروش الاسلوب او السلوك بتاع العربيات دي هتفضل درجه الحراره في التقلب اللي احنا شايفينه ده، ان السبب الاساسي هي العربيات مش حاجه تانية. فالهدف مش الهدف مكسب الفلوس، الهدف ممكن نكسب فلوس برضو بس الجو يكون كويس. لان لو الحكايه دي فضلت تستمر القاره القطبيه تبتدي تدوب، هتغرقنا خالص، فكل الناس ايه هتموت، يعني نهايه العالم، والسبب فيها هيكون فيها العربيات. وده ممكن يبقى امتى تقريبا؟ يعني ده لو فضلنا على الكلام ده كله يعني من حسبة لخمسين لستين سنة. أوف. طب يا جماعة نحاول نشوف أسامة طه مصطفى، يعني يمكن يكون في أي حاجة نستفيد منها من الشباب ومن مخهم ومن عقلهم ومن تعليمهم ومن اختراعاتهم ومن ابتكاراتهم. أسامة طه مصطفى أنا بشكرك على وجودك معانا، وبتمنى يا رب أن يكون في حد يعني يفهم أهمية الاختراعات ويفهم أهمية التعليم مظبوط وأهمية العلم مظبوط. إحنا محتاجين لكل الناس اللي زيكم وأنت وكل اللي زيكم، في زيك كتير جدا كتير، بس يا ريت رئيس الجمهورية يهتم بحاجة زي كده إن شاء الله، لأن هو ده مشروع النهضة بجد. إن شاء الله إن شاء الله. بشكرك مرة تانية أسامة. مشاهدينا الكرام، دي كانت آخر فقرة معانا النهاردة في نهارك سعيد. إن شاء الله الدنيا مش هتولع ولا حاجة زي ما أسامة بيقول، والدنيا تتلحق يعني بإذن الله. يلا نشوفكم على خير، ويا رب دايما يومكم يبقى سعيد ونهاركم يبقى سعيد.